كل شيء في اخبار الملعب. مباراه الامس كان في احداث كثيره طبعا تكلمنا عنها في البدايه، زميل عبد الله سرحان وضعها في تقرير نشوفه سوا. استكملت لقاءات الجولة 12 من دوري جميل يوم أمس بثلاث لقاءات كان لها ضجة واسعة جماهيريا، وبالتأكيد كان نصيب الإثارة منها للحكام. مواجهات أمس كان أبرزها قمة الجولة التي لعبت بين النصر والشباب بقيادة الحكم خالد صلوي. بدأ اللقاء وتحديدا عند الدقيقة 24 احتسب صلوي ركلة جزاء للشباب وأخرج البطاقة الصفراء للحارس حسين شيعان. قالت بعض الأصوات بأن ركلة الجزاء غير صحيحة. وفي الدقيقة 45 جاء الهدف النصروي عن طريق حسن الراهب، وأشار البعض أنه كان متسللا لحظة انطلاقه بالكرة. تأتي المباراة بالتعادل الإيجابي. وفي مباراة الأهلي والرائد أيضا في الدقيقة 59 حدثت لمسة يد داخل منطقة الجزاء ولم يصدر حكم اللقاء حولها أي قرار وسط مطالبات بركلة جزاء. وفي الدقيقة 92 انطلقت الصافرة بوجود ضربة جزاء للأهلي بعد لمسة يد وسط إنكار من لاعبي الرائد، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي. آخر اللقاءات بين الاتفاق والقادسية، بعد 18 دقيقة ارتطمت الكرة بلاعب القادسية وطلب الاتفاقيون بركلة جزاء لم تحتسب. بعدها بدقيقة لمست الكرة يد لاعب القادسية واحتسبت ركلة جزاء. قال بعض المحللين بأنها لا يوجد فيها تعمد. وفي الدقيقة 92 طلب لاعبو القادسية بركلة جزاء لم تحتسب من قبل حكم المباراة. الحالات التحكيمية كانت من محللين رياضيين ومختصين، وما زال التحكيم قصة لم تنتهي ولجنة الحكام لا ترد. والسؤال هو إلى متى يستمر مسلسل التحكيم؟